اخبار هادي يا با كتخبر حتى كانت وحشك. ايوا بنيتي غير مع الوقت قهرنا الجفاف والارض قصحت والله يلطف بينا وصافي. الله يحضر السلامه. ايه واني جبت لكم بعدا الزويتينات باش تقضيو الغرض واخا هما قلال راه ينفعوا. بارك الله فيك با الله يكثر خيرك. ايوا بنيتي قولي لي سي شحال فينا هو خارج. ايوا شتي بنيتي ديما ما عندي زهر ياك لاباس. وجيت زعما مع الارض مقحطه عندي ومع هذاك بغيت ندي الحمار يمشي ويجي في الارض ما يخلي شويه البركه. واش غنقول لك با البركه البركه في المقربين اولا اللهم فيك ولا في غيرك. الله يرضي عليك يا بنيتي. وحتى الحمار غير جالس كيعلف ومرتاح. الله يرضي عليك يا بنيتي وبلا ما نتشاوروا مع جحا زعما لا يكون يبغيه ولا شي حاجه. ويلي يا با غير ديه بحالي بحال جحا. الله يرضي عليك يا بنيتي الله يرضي عليك عفاف انت. السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا سيدي عزيز. لاباس بخير. اه شفتي الزيتون اللي جاب النبا؟ عرفتي شنو بغى ياخذ الحمار وقال لي بلاتي تجي تجي شحال. قلت له لا غير خذو راه بحالي بحال شحا. لا انا وياك واحد. الله يكثر خيرك. واخا ما نكونش. الله يكثر خيرك سي تامي. داك سي واه ديال سي بلاتي. شوف تبارك الله منين هذا الخير؟ شي فليسات كتجمعهم وقلت نبرع راسي جاي عند نسيبي اللهم نجي ضاوي. هو الواحد هو اللي برع راسه في الحياة. الله يخليك. الزيتون واش حركك عندي؟ وا عرفتي الأرض ديالي راه مقحطة. إيوا زعما قلت جيت بغيت ندي الحمار ديالك. باش يمشي ويجي فوق الارض يخلي البركه ديالو. ايه لا هو فيه البركه ولكن بيني وبينك انا الحمار راه ماشي هو اللي فيه البركه. اه البركه راه كاينه في البردعه والشواري. هاك ايوا عطيني الحمار والبردعه والشواري. لا غير سير انت سبقني وانا غادي نصوب داكشي. انا اللي نعرف لداكشي انت ما غاديش تعرف لداكشي. أيه. غادي ندير انا البردعه والشواري فوق الحمار وغادي نوصلو عليك حتى للدار. كلمات المعقول بحال المعقول ديالك. ايوا السلام عليكم. السلام عليك يا بنتي. بالسلامة. السلام بابا. السلامة. جات غزالة هاد الكسوة. باهي كسوة غير غزالة وسكتي. يا حماري العزيز يا انا ما نفرط فيك واخا يعطيوني الجهر والويز. حماري العزيز يا حماري العزيز. اش كتعمل؟ راني دابا كنريض في مرزوق باش دمو يولي خفيف وباش مساكين يحيد من دودك المرض اللي فيه. وبركه من البهلان وسير دير لي الزيتون المعصره. الله ما يمكنش اليوم فانيده. واه مسكين مرزوق باقي في فتره نقاهه خليه من اللي برا هذيك الساعه يدير الله خير. ياك اسي جحا. هذا السي ناصر وقيل جا. سيري سيري ازيد. السي ناصر زيد. صباح الخير سي جحا. صباح الخير. ياك لاباس؟ والو غير كنت غادي للجنان حتى وصلت نصف الطريق وانا نقول علاش ما نمشيش عند صاحبي وحبيبي جحا وندي له حمار ونبرعوا ليه في الجنان ياكل المشماس والبرقوق وحتى الاجاص. اسمع مرزوق ها هو الله حن عليك مسكين راه كان عيان ويلا ديتيه وبرعتيه في هادشي غادي دير فيه خير كبير حيت هو مسكين راه مبروض داك هادشي اللي كتكلم عليه. كون هاني غادي نبرعوا لك غادي يبقى ياكل الفواكه حتى يخرجوا ليه من ودنيه وليت شهات له نفسه ياكلها.
ايوا سيدي الله يجازيك بخير، ما عندي ما نقول، انما واحد الطلب عندي لك اخويا ناصر. وياك وياك تخلي شي حد يخدم عليه، راه باقي عيان مسكين. لا ما يمكنش، ما كاينش اللي يمسو، وإلا ما صدقتينيش اجي للجنان وتشوف بعينك. اسيدي امنا بالله. زيد اسيدي هاهو خذو، ايوا تهلا في الامانه، راه ديننا كيوصي عليها. غير تهنا اخويا جحا. يلا مرزوق مع السلامه. سير تبرع عليا مع راسك. سير سير. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا لا ولكن ملي قال لي اجي تشوف بعينيك اذا ما كاينش تخرجيش. يا ربي تسامح لينا يا ربي. جحا كل هذا نصر. السلام السي نصر. السلام العزيز ديالي مرزوق. الله يسلمك. ها الامانه هاي تهليتي فيه مزيان. واش حنا كنلعبوا زعما؟ عرف داكشي اللي باش وعدتيه بقى كياكل حتى خرج له من ودنو. سبحان الله العظيم، من ديك الوقيته فاش ديتيه لدابا بان ليا بحال الا زاد سمان. ايوا الشعر وما يدير. الشعر وما يدير ما فهمتش. بقى كياكل في الشعر حتى تنفخ. على فين داكشي ديال البشباش والتفاح والبرقوق وديك الهضره كامله؟ ما بغاش ياكلو، سولو كاع. ايوا وقيلا حيت عايش معايا غير الشعير داكشي مولف وما عرفتش علاش. والله ما بغى حتى حاجه. راه ما خليت ما درت معاه. ديتو وردتو في الساقيه وفججتو ودورتو والو. مرزوق اجي لهنا. علاش ما بغيتيش تاكل الفواكه؟ ها؟ صابوها الناس. كيفاش؟ فواكه ديال البشر؟ مسكين. قال لي فيه الوجع. زيد. الحمد لله اللي ما قالش علينا شي حاجه خايبه. اودي علاش غادي يقول عليك حاجه خايبه؟ انت درتي الله عليك، بغيتي تبرعه وهو ما بغاش يبرع راسه بخاطره. ايوا هو بخاطره اخويا شحا، وحتى انت الا جات على خاطرك غادي تعطيني فلوس الشعير. يا قلتي غادي تبرع عليه؟ غادي نتبرع عليه بالفواكه الجنان ماشي بالشعير. الشعير انا خديته من حر مالي. هاك سيدي ها اللي طلبتي، والمرة الجاية الله يجازيك بخير السي ناصر، إلا بغيتي تبرع تبرع غير على راسك. وعليها سيدي. السلام عليكم. وعليكم السلام. أشنو طرا من بعد؟ أشنو طرا؟ وباللي بين الآخر عطاني الحمار بلا ما يتردد. واش درتي بيه؟ تمارة النهار مش معوه في تمارة الدمير. مرزوق سمعتي مزيان؟ شوف دابا انا كيف مالي فيك وما تحش منيش. ها انا محتاج لك دابا، انت خاصك توقف معايا سمعتيني. با شنو بغيت الحمار شويه؟ وليش بغيتي هذا الحمار؟ نركب فوق منه شويه. لا خليه يرتاح الحمار، احنا محتاجين ليه. بنيتي بيه حيط محتاج من حيط. ولا حرقتي بيه شي فدان؟ ايوا باش تحبتي بيه. عرفتوا هذاك الجنان ديالي كله حجر، ونقلت بيه ذاك الحجر كامل، وديت هذاك الحجر صوبت فيه واحد الحوش، وداك الشيء اللي شاط ليا من الحجر بنيت فيه جوج حيوط. فاش النهار كامل دوزت عندك انا الناس. وراه من سبحان الله حتى غربت الشمس. يا قلت هذا باش غيدير فيها؟ واد زوينه المخيره في هذا الشيء كاع، وانا ما عطيته لا الف لا والو. جيت عند الجحا قلت ليه راه ليا فلوس الالف، ويعطيني فلوس الالف. Thank you.
وتبارك الله عليك السجحة، هكذا يكون الرجال. أفريدة أفريدة بركة ما تمشيو تجيدو وختيني، مال هاد الرجال اش وقع عليهم؟ لا والو، غير ضحكتي. فينا الجيران؟ وفين شفت أنا شي جيران؟ نهار كامل ما خرجتش من داري. ياك، والحمار لمن عطيتيه؟ الحمار راه داه سي ناصر، راه برعو جابو، راه ناعس مع راسو ناشط، مالو واش عنده؟ أسيدي صاحبك دا الحمار خدم عليه حتى شبع وشبع عصا، وفي الآخر تخلص منك في العلف. ناصر دار هادشي؟ إوا خرج، قال لي نشوف مراتو كتعاود هادشي للجيران وكتضحكهم فينا. فنيدة؟ رزل دابا مازال كاينة في الصحراء. سيري آتيني بها في الحي. هي الأولى. مزيان تبارك الله. ياه، واخا.